مطالبنا تتلخص بالنقاط التالية: 1. شمل أطفالنا على الأقل. نحن المهجرين بالمساعدة الاستثنائية والتي هي بقيمة 40 دولار للطفل الواحد وتقديمها بأقرب فرصة ممكنة. 2. تحديد موعد ثابت لصرف المساعدة من قبلكم والالتزام بهذا الموعد. 3. العمل على حل مشاكل المهجرين المالية والعالقة منذ 6 أشهر والتي أدت لضياع مبالغ كبيرة على المهجرين لدى أجهزة الصراف الآلي لبنك البحر المتوسط. في كتير ناس يا أخوان لحد الآن ما تلقت مساعدة شهر آذار، وفي كتير ناس ما تلقت المساعدة اللي قبل شهر آذار، وفي كتير ناس ما تلقت المساعدة الشتوية. أنا بتفاجأ أنه في ناس تواصلوا معي أن المساعدة الشتوية السنة الماضية لسه ما قبضوها. 4. العمل على توفير مساعدة خاصة بفصل الشتاء بحيث تكون متوفرة بداية شهر ديسمبر، مثل ما بتعرفوا يا أخوان كمان الأنروا بتشرفنا لآخر شهر 12، وأعتقد أنه هاي المساعدة رح تنشل في شهر 1 ونحن الأكثر حاجة لإلها. هلا ذكرات المدارس على كل تلميذ 200 ألف، عندي 3 أكيد ما رح أقدر أعلم أولادي، والمساعدة كتير قليلة، يعني 12 دولار للنفر شو بدي أسوي؟ ولا شيء بيساووه، بدنا يزيدوا المساعدات وما يأخروا ويرجعوا لنا كل شهر كل شهر، أكثر من هيك ما بدنا. عندي أنا طلاب يعني معهد إني مالي قادرة أدفع، يعني كنت ناوية من قسم من الأنيروا إني أساعد بنتي معهدها ولهلا ما سجلتها وبدها تروح عليها السنة. كل شهرين عم بتأخروا علينا، هاي فتنا بالشهر الثالث وبعدنا ما أخذنا شيء، ولا وصاحبين البيوت عم بخانوا، وصاحبين الاشتراكات عم بخانوا، وكله عم بطالب حقه، غير الدكاكين اللي بطلت تديننا لانه مش قادرين ندفع لها. اذا الأنروا مش قادره تلبي طلباتنا نحن كشعب مهجر من سوريا للبنان، بتمنى يسافرونا برا هالبلد، لانه ما في مستقبل لا هون ولا بسوريا، نحن بدنا نامل مستقبل اولادنا.